والله لو ما جاي للكلية كان جيتش للبيت وجبتش لهنا. لو ما أمي تلح عليه ولا أجي أداوم اليوم. البارحة ما نمت للخمسة ونص الفجر، السبعة قعدت. ليش؟ حلو كان سهرة المطعم البارحة؟ يا مطعم تقصدين؟ المطعم اللي كنت سهران بيه البارحة ويا حبيبتك. وطاقات للصبح على الفيسبوك. قصدك بتخالتي ريتا؟ وسام. كافي تكذب علي. البارحة سهران ومتونس واليوم جاي مسوي روحك مهتم؟ طيبة. صباح الخير. صباح النور. صباح النور. نور، أنا كلش خايف. ريتا تعرف بالموضوع. قصدك على موضوع الفيديو؟ بس كنا نشاقة، شو الموضوع كبر. وانت شكو اليوم جاي للدوام؟ يعني أروح أحسن؟ انت بهذا خوفك راح تسوي لنا مصيبة. حتى اللي ما يعرف راح يعرف. آخر شي قفلتك راح تاخذ من السجن. روح للبيت ونور تنطيك الأخبار من تخلص طيبة وتنفصل. يروح أحسن. يعني أنتوا هيك تقولون؟ زين لعد رايح. بس نور لا تقفلين تليفونك وخبريني أول بأول. ماشي؟ ماشي ماشي تمام. باي. يا شباب هذه مو وقتها، نظفوا لي ورا المخزن يلا بسرعة. يلا وقت ما عدنا. هلا هلا بالحجي. بيك أكثر. مشتاقين يا أبا؟ لا عيش وق. عجاي شنو؟ بس لا جاي على البايسيكل. لا يا أبا لا.